يلا اشرب يا جوجو. اشرب. ابلع لك غير اهو. ايه بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بسقي الجمل دول عشان الدنيا حر. بتسقي الجمل؟ يخرب بيتك، مش كفايه التماثيل اللي بتبوظها، كمان بتبوظ الجمال. يا ابني الجمل ده سفينه الصحراء، يعني ما بيشربش ميه خالص. ايه ده دولا؟ ايه ده الكلب ده؟ دولا هو الكلب ده اللي انا شفته عندك امبارح في البيت؟ اه يا سيدي، هو رانيا اصرت ان انا اقعده عندنا اسبوع فجبته بقى. شخصيتك الضعيفة دايما موجودة في كل حتة. يا دولة رانيا تقول لك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول. الأمر الرابع؟ طب إيه هو الأمر الثالث؟ أنت أي هيصة جاي فيها وخلاص. المهم يا سيدي، عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البازار. لا يا دولة، بص يا عم، إحنا الأرفف عندنا كلها زحمة يا عم، والدنيا حر، والتماثيل مش طايقة بعض أصلا. وأنت فكرك إن أنا هحط الكلب ده على الأرفف يا غبي؟ يا غبي، عايزين نعلقه في حتة يعني. إيه رأيك يا دولة إحنا نعلقه هنا ومطرح الطبلة دي؟ شنقه بقى مكان الطبلة؟ لا 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 لا، بص أقول لك حاجة، خليه على المكتب زي ما هو قاعدة. ألا أقول لي يا دولة، يعني وأنت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب ده هنا عندنا في البازار؟ خليه في البازار، ايه المشكله؟ دولا مش انت امبارح قلت لي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ طبعا بوليسي، بس هو انت عارف بوليسي متنكر، يعني عامل نفسه كلب صغير، زي ما تقول كده ايه، كلب بوليسي سري. طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه عليا، علشان انا لسه ما طلعتش بطاقه. لا، هخليه ياخد باله منك، بس اهم حاجه انت كمان تاخد بالك منه، شوفه محتاج ايه، يعني نفذ له اوامره. انا يا دولا تمام يا فندم، تمام. دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالظبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البازار عادي جدا، يعني انت هتحرس البازار طول الليل وهو يحرس البازار طول النهار. ايه ده اشمعنى يعني انا اللي احرس البازار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابني، ده ينفعش يحرس بالليل يا ابني، ده هو نايم بالنهار اساسا، ده احنا هنصحيه بالليل بالعافية. فهمتك. دولا باين عليك ده هو مقتنع بالكلب. ولا رمز، انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ يخرب بيتك. ما بص بقى دولا، بصراحه يعني انا الكلب دون جاي بقى كده وانا على قطع عيش يا عم. يا عم قطع عيشك ايه بس يا رمز، واي كلام بتقوله يا ده يا رمز، انت غالي عندي، انت بمية كلب. يالا ربنا يخليك ليه يا دولا يا رب. هاو هاو كده، هاو 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 هاو. والنبي انا نفسي افهم يا عادل، انت عملت ايه في الكلب ده؟ هكون عملت له ايه يعني؟ بالعكس، ده بياكل 3 وجبات في اليوم، الواد رمزي ما بياكلهمش يعني. لا، ما هو فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتاكله. حرام عليك يا مفتري، ده عنده انطواء نفسي سايكولوجي وحالته النفسيه متدهوره، ده مكتئب. جرايه يا ست انتي، يعني عايزاه يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجه غريبه والله، الكلام اللي انت بتقوليه ده. يا ماما عامل ايه للكلب مش راضي ياكل؟ انا قلت من الاول موده مش مظبوط. موده مش مظبوط اعمل له ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رمزي يعني متولي كل حاجه، بياكله بيشربه بيحميه وكل حاجه. لا انا مصدقاك، اي ما هو واضح ان هو واخد باله منه وبياكله، ده مش بعيد يكون بياكل اكل. حرام عليك، انا مش عارفه بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحاله المزريه دي هتقول علينا عملنا ايه. عملنا ايه يعني؟ اعمل ايه انا مش فاهم يعني. كفايه قوي ان انا مهتم بيه وباكله وبشربه، كفايه منظري بس قدام المعلمين بتوع البازارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معمول له فيونكه حمراء، شكلي وحش. لا والله، انت قد الكلام اللي بتقوله ده. اوكي يعني، اوكي اعتبر الاتفاق انتهى، هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدتها قبل كده واعتبر ان الالف جنيه دي خلاص بح. يا راني ايه، هنعد في بعض ولا ايه؟ والله بقى انت اللي بدات النباح يا استاذ عادل، اشرب بقى. ازيك يا حته؟ صباح عم رمزي. الحمد لله، ازيك يا دول؟ ايه اللي جابك هنا يا ده رمزي؟ يا دوله زهقت يا عم من قعده بقى البازار، فقلت بقى اجي اقعد في القهوه شويه، ولا يعني الكلب ده وان احسن مني يعني؟ انت هتزق الكلب ولا ايه؟ انت بتغير منه ولا ايه يا ده رمزي؟ بس يا دوله يعني الكلب ده وان مش احسن مني في حاجه يعني؟ طب ما انا بحرس البازار زيه بالظبط يا دوله. لا مش زيه بالظبط، هو بيحرس البازار بس، انت بتحرس البازار وبتكسر التماثيل. ايوه بكسرها عشان بفك النحسه، هي ما بتبقاش عايزه تتباع. انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه، عايز ايه؟ عايز ايه؟ ولا حته. أمورنا معلم رمزي. لو سمحت عايز كوباية شاي تاني يعني على حساب دولة حبيبي.
انا ايه؟ ولا ما انت لسه شارب الشاي بتاعي. اديك قلت اهو بتاعي، يعني انا لسه ما طلبتش حاجه. يا سلام. اتفضل يا باشا. شكرا على حته. هات حته. ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتاخد الشاي بتاعي؟ بتاعك ايه يالا؟ الشاي ده بتاعي انا يالا. بس بس مش عايز اي دوشه. لا مؤاخذه يا باشا، البس صغير ده بقى، مش هنجيب له بقى يعني كراويه حلبه ينسون شويه عصير عظم. ولو باشا بيشتغل بالحجاره ده ولا مش بالاكل ولا ايه؟ يا ظريف، ده كلب زميلك ده. ايه ده دوله، ده كلب زميلك ولا كلب بوليسي؟ بص ده اصلا كان قطه واخد بالك، بس عمل عمليه تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده، فبقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله. يا اتريني يا دوله، كل ما اضربه يقعد يناونو. امال ايه بيناونو ده؟ وبعدين انت لابس اللبس بتاعه اللي عليه رسم الكلاب ولا ايه؟ لا دوله ده اللبس بتاعه دوله. ياه باين عليك بتحب الكلب ده يا استاذ عادل. اه طبعا لازم احبه يعني، ده برضو روح يعني. طب يا باشا طالما يعني غالي عندك قوي كده ما تعالجه. اعالجه ازاي يعني؟ اعالجه فين؟ اوديه لدكتور نفساني؟ اوديه للدكتور مجد الديل. ايه مجد الديل ده؟ يعني مدام ديل يبقى اكيد بيعالج حيوانات يعني؟ لا ده حكايته حكايه يا باشا. مجد الديل ده هو صغير عضه كلب فراح المستشفى قعد 15 سنه هناك، فبقى تخصص تعليج الكلاب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ما انا وانا صغير ادول عضني كلب عادي يعني. اكيد طبعا الكلب خد 21 حقنه. ايه ده دول، انت شرفك يا ابني. ما انا عارف، ما دي امراض بتتنقل للكلاب. المهم معاك العنوان بتاع الدكتور ده؟ اه طبعا يا باشا معايا. طيب حلوه. ايه 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 هتعمل ايه؟ هتدلق الميه على الكلب؟ لا بس كانت هتقع. كانت هتقع. ادخل. مساء الخير يا دكتور. اهلا وسهلا، احب اعرفك بنفسي، أنا الدكتور مجد الديل، أخصائي في علاج الكلاب اللولو والجرفون، ماجستير في علاج كلاب الصيد، دكتوراه في علاج كلاب الحراسة، وزميل كلية الكلب البوليسي، وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر. أكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك لما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت، تعالج كلب البحر برضو يعني. حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة، ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة. يا سلام. طيب حضرتك يعني احنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا ان شاء الله. معاك روشيتا؟ اه اتفضل هي حضرتك. اه كشف باسم الكلب سوني. خير، بيشتكي من ايه ده؟ لا يا دكتور مش ده اللي عيان حضرتك. وايش عرفك انت؟ انت دكتور؟ ده عيان وحالته متأخرة كمان. ايوه حضرتك انا واثق ان حالته متاخره، بس ده ان شاء الله يحتاج علاج طويل او حالته ميؤوس منها خالص، لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها امل اهو. اتفرج حضرتك. ياه ده حالته صعبه خالص. طمنا يا دكتور، عنده ايه بالظبط حضرتك؟ للاسف الكلب عنده كرومبولي على المخ، واحتمال نعمل له عمليه نقل مخ. نقل مخ؟ لا بقول لك ايه يا دوله بقى، ما تقعدش تبص لي يا عم، انا مخي بقى مش هيتنقل لحته تانية يا دوله، انا مش ناقص. وبعدين يا دوله انا سمعت ان نقل الاعضاء حرام. لا يلا، نقل الاعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجه هو ده اللي غلط، لكن نقل الاعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابني. طب بص يا دوله، ايه رايك ننقل مخ القطه دي للكلب ده؟ لا ساعتها يبقى كلب ما قطقط غلط غلط. لا يا دوله، ما ساعتها برضه هيبقى مخ الكلب ده في القطه دي. ساعتها هتبقى قطه بنت كلب. لا لا ما ينفعش، انت مخك ناخده ننقله الكلب ونخلص بقى. طب وهيبقى ايه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جزمه. ايه رايك؟ من الواضح ان الكلب تعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة اثرت على عقليته الباطنة، وطبعا اثرت على وظائفه الحيوية اللي بالتالي هي الكلاوي والكبدة والمخ. يا سلام، كلاوي وكبدة ومخ، جوعتنا والله يا دكتور. للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوة. اختصر يا دكتور ديل وقول ان هو مات يعني. لا لسه في امل، بس انا عايز اسألك سؤال، الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتوا؟ اوف ايه اوف ايه، كان قاعد مع ده حضرتك يعني. انا عارف طبعا ان رمزي من سلاله تانية، بس ما كانش قدامي غير ان انا قاعد اتنين مع بعض. طب انت بقى دوله بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الاضطهاد اللي انت بتتهدوني دول، ومدي اجر للكلب دون قد الاجر بتاعي؟ النفسانه ابتدت تظهر. عموما انت مشكلتك النفسيه دي هنعالجها بعدين، نبقى نقطع لك كشف ونجيبك للدكتور ديل. النهارده احنا في مشكله الكلب. اقعد. الحل ايه يا دكتور؟ الحل ان الكلب ده اتعامل معامله سيئه ومش حاسس بالاضطهاد، وفي حد حطه في دماغه. انت هتفضل مقضيها هف هف.